أستاذة نهى من أسيوط تتفضل. يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة بعد إذن حضرتك كان عندي استفسار، يعني هي مش ما تخصنيش أنا. اتفضلي بس ممكن بس نوطي التلفزيون تسمعيني من التليفون لو تكرمتي. أيوة يا فندم مع حضرتك. اتفضلي. كده كويس؟ اتفضلي حضرتك. تمام دلوقتي يا فندم احنا عندنا مشكلة، وأنا عندي حماية كان ظالم أهله كلهم ورميهم وهم صغيرين، واتجوز وساب البيت وبهدلهم آخر بهدلة وما صرفش عليهم يعني في أي حاجة. قصدك حماتك، قصدك حماتك وأولادك، قصدك حماتي رمى حماتك وأولاده. اللي هو جوزي. طيب وبعدين؟ تمام دلوقتي حماية دوا بيجي يتواصل معاهم بعد ما كبروا، وهو مش بيتواصل حنية خالص، هو لما بيبقى محتاج زهقان او متضايق او مخنوق ان هو رماهم هو اللي قرر يرميهم وسابهم، فهم قلبهم نشف شوية من كتر اللي حصل في حياتهم. ففي اختلافات بيننا طول الوقت، ان انا عايزة جوزي يرضى عنه ربنا ان هو يدور عليه وكده، كل ما يقرب منه يتخانق معاهم ويعمل لهم مشاكل ويشتم ويقول الفاظ وكده، فيضطر يبعد عنهم تاني، يضطر يبعدوا يتلاشوه، هو مش يعني مش قاعدين في نفس فين المنطقة. سؤال حضرتك، فين سؤال حضرتك يا أستاذة نهى؟ ربنا هيحاسب زوجي على الكلام ده؟ هل من حقه ان هو يبره مهما اذى ليه او اذاه؟ هو دلوقتي مش ظالمه، احنا انا بقول له ان انت لازم تاخد رضا ربنا حتى لو هو مش ظالمك. اكلم حضرتك اقول لك الحكم واقول لك كمان ازاي نعمل ايه في الحالة بتاعتنا دي. اول حاجة، هل هو قاسم شرعا ان هو يقاطع ابوه؟ طبعا هو قاسم شرعا، لو مهما عمل الاب والام لازم يتواصل معه ولازم يبره، ده اذا حتى دعوه الى الكفر وده ما حصلش. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، فلازم هو يكون صاحب معروف، لان على فكره كان سبب في وجودك هو والدك، والدم اللي جرى فيك له صله بيه، وحياتك كلها لها صلة بيه، فما ينفعش عشان حياتك تتنكر ليه، لا خالص. فلذلك إيه اللي حاصل؟ لابد أن أنت تحسن إلى أبيك، ولابد أن أنت كمان تكون على البر له مهما حصل منه، مهما عمل فيك، فأنت ده واجب عليك، فرض عليك من الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأنت لازم تعمل كده. لكن مفيش مانع ان انت تمنع الاذى عن نفسك. تمنع الاذى عن نفسك يعني ايه؟ لو جاي بيقول لك راي مش كويس ما تعملش بيه، لو جاي يقول لك راي مش كويس يدمر حياتك ما تعملش بيه، لو بيقول لك كلام مش لطيف ما تسمعوش، وما تسمعوش من غير ايه؟ من غير ما تسيء اليه. يبقى اذا واجب عليك، فرض عليك ان انت تحسن الى ابيك، وما ينفعش ان انت تعمل حاجه غير كده. ما ينفعش ان انت تسيء اليه وتكلمه بطريقه مش كويسه او ترد عليه الاهانه، كل ده لا يجوز شرعا. لكن يجوز ان انت تمنع الاهانه عن نفسك، تقول ان انا برفض ده، بس في نفس الوقت رفضك لا يشتمل على اهانه. فلذلك اللي انت بتقوليه ان هو لابد ان هو يحصل لوالده، ده واجب شرعا، ما فيهاش اي خلاف. وانه طب نعمل ايه بقى؟ ببساطة خالص خالص، انت بتحاولي بقدر الامكان تعملي ايه؟ ما تجيبيش سيرة اللي كان، وحاولي ان الاولاد، اولادك يتواصلوا مع جدهم. الاولاد نفسهم لما يتواصلوا مع جدهم توصي بقى جدهم ان هم يتعامل معهم بطريقة كويسة. الاولاد رسول مهم جدا جدا لاصلاح الحال. فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى، وانت تكلمي قولي له ان هو بيقول عنه كلام كويس، بيقول والله ده فلان دوت هو اللي في ولادي، فتتكلمي كلام حسن، فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الاولاد. الاولاد عنصر مهم جدا جدا، الاولاد وكلام حضرتك ان شاء الله يرقق قلب زوج حضرتك عشان يحسن لوالده ان شاء الله.